السلام عليكم خوتنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما وعدتكم وقلت لكم هذا الاسبوع غادي يكون جين اكني. اليوم الاخوان جاوكم ثلاثه الموديلات ديال الاكني. عندنا الاخوان هذا اللي كتشوفوا فيه جرين وار، ولكن التوب ديالو رطب، وعندنا جرين وار التوب ديالو اللون ديالو مفتوح شويه. كيف ما كتشوفوا هنا غيبان لكم لا ديفيرونس اللي بيناتهم. وعندكم الاخوان الزريق الحنين لوين خطير الاخوان، وكل شيء تبرع وكل شيء لبس معنا. ودابا الاخوان نمشيو نشوفوا هاد السليعه اللي جبنا لكم اليوم، ونشوفوا لي ديطاي، نشوفوا التوب الخدمه ديالهم، ربما تكون الخدمه مختلفه على الاخرين. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه في هاد لا فيديو. هذا حاجه واحده اللي نطلب منكم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم اللي باغي تجين مليح. كنهضر معكم على الجين الكاليتي. والناس اللي يلاه دخلوا عندنا يعني اول مره في القناه ديالنا، يتابونوا عندنا في القناه، وما تنساوناش من اهم حاجه وهي لايك الاخوان. ويلا نمشيو على بركه الله نشوفوا هاد السليعه كي دايره. السلام عليكم الاخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا على الجين، الناس اللي كانوا وصونا، يعني بغيت نبدا بها هي الاولى، الناس اللي كانوا وصونا على الصنداله ديال نايك جوردن، الناس اللي جاو عندي والبارح والبارح ولقاوها تقادات، يلاه جات فيها اليوم. البيضه ديالها نوار بالبيض والكحله. باش نعاود نذكركم الاخوان، الصنيديله هي هذه صافي. الناس اللي وصوني عليها راه فيها النوار غرابيه، وفيها الاخوان البيضه. ها البيضه ديالها سميلتها بيضه الاخوان، هي هذه اللي كتشوفوا، ونفس كاليتي نفس الجوده نفس الخدمه. الهضره الكاليتي اللي دويت لكم عليها هي هذه الاخوان، وهذه هي الصنيديله صافي. هذه الاخوان بالنسبه للناس اللي وصونا راه فيها العدد اللي هو مناسب. دابا الاخوان غادي نمشيو نهضروا على الجين، هو الاهم. الموضوع ديال اليوم هو الجين الاكني. عقلتوا معايا، قلت لكم راه النهار غتجي السليعه، نتوما الاولين غادي تشوفوها. شفتوا العدد اللهم بارك، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، الا صحاب الجمله، الجمله راه ما فيهاش، حيت تقريبا كيتباعوا الباك. يعني الله خديت فيهم تقريبا كل لون، خديت فيه جوج ديال لي باك، ماشي شي حاجه كثيره. يلاه نبيعوا نشريو مع الاصدقاء ديالنا اللي باغي بياسه ولا جوج، هادشي اللي كاين. اول لون غنبداو به الاخوان هو الجرين وار. الجرين وار جاونا جوج الالوان. الغرض عندي ونوريكم لي ديطاي كاملين الاخوان. المهم جين هو هذا، شوفوا معايا مزيان وبشويه عليكم. جين كما كتشوفوا راه هو هذا، التي بوش ديالو شوفوا معايا مزيان، الصمطه ديالو كيفاش دايزه. الناس يلا اول مره غيعرفوا هذا السروال هذا، كتلقاو لا مار، كتلقاو كلشي هنا الاخوان. هنا اهم حاجه واحد القضيه بغيت نقول لكم عليها، هنا بلاصه الصدف كتلقاو لاسين. هاد البلايصه هادي كتلقاو لاسين ا كما كتشوفوا، وكتلقاوها في جميع البلايص ديال السروال. اوكي هادشي باش تكونوا فاهمين عليه. مازال غنوريكم واحد النقاط اخرين باش تعرفوا الكاليتي ديال هاد السروال. الخدمه ديال لي بوش الاخوان، لي بوش هادو، هادو اللي كتشوفوا، شوفوا ليا لاكوب ديالهم كيفاش دايزه. لاكوب ديالهم كتكون متقونه ومقاده، بلاصه السلسله هنا كيف ما كتشوفوا، بلاصه السلسله اللي هي خطيره. وبليس السلسله اللي دير لكم الاخوان راها اوريجينال، مش ديك السلسله ديال السوق اللي كتهرز دغيا ولا كتحل. البتي بوش كيجي اوريجل، البتي بوش كيجي في بلاصته ومقاده الاخوان. اللور واهم حاجه هي اللور، شوفوا لي البوش ديال اللور كيفاش طايح، كيكون كبير واللبسه فيه زوينه اللهم بارك، كيجي في الفصاله ناضي. هذا بالنسبه لاول موديل اللي فيه بلاكه بيضاء، عقلوا معايا. واهم حاجه الاخوه اللي كنوريكم ديما، هضرت معكم غير البارح، هي هاد الفراشه هادي والخياطه كيفاش مخدومه. شوفوا معايا مزيان، انا غنزومي لكم. شوفوا معايا الفراشه الاخوان كي دايره باش تعرفوا الخدمه المتقونه، كتلقاو خدمه ناضيه الاخوان.
وهاد الخدمه اللي وريتكم الاخوان ديال الفراشه هذه هي اللي كتخلي واحد الخياطه في السروال كتجي مقتوله الى الشهنة مزيان، خياطه كتجي مقتوله. شو معايا مزيان الاخوان، هذه هي اهم حاجه، هي هاد الخياطه هذه كتجي مسلسله وحده وخدمه ناضيه. المهم الاخوان انا وريتكم دابا الخياطه، وريتكم الخدمه، وغادي ندوزو عليهم كاملين ان شاء الله. عندنا نخليو انشوف كاين هاد الكري وكاين هاد الكري، هما قراب لبعضياتهم ما كاينش فرق، غير هذا فيه بلاك انوار، هذا بلاك بيضاء، واحد شويه ديال الكولور زيد عليه، هذا مغلوق عليه واحد شويه كما كتشوفوا، مغلوق عليه واحد شويه ماشي بزاف. المهم جوجهم كري نوار، جوجهم تقريبا نفس الثوب نفس كلشي، غير باش تعرفوا اشنو كاين، خياطه نفس الخياطه نفس كلشي، ما كاينش الغلطه الاخوان، كاليتي وحده. هذا وقلنا هذا الموديل، هذا اجي دابا نشوفوا الزريق ديالو حيت توحشناه الزرق ديالو شحال ما جا زرق، اللهم بارك. شوفوا لي الزريق كي داير، شوفوا لي وسقوا لي عويناتكم بشويه عليكم. هاد الجلده هذه اللي دايرين ليه بعدا، هاد الجلده هذه اللي غنوريكم دابا، راه ماشي اي شركه خدم لك هاد الجلده هذه، كتلقاوها جلده بروفيسيونيل. شوفوا الجليده كي دايره، خدمه كي دايره، جلده اللي مليحه وناضيه، شو مزيان كاليتي المليحه الاخوان. تلقاو عاوتاني هنا لاسين، الخياطه، كل شيء ديال الجين مليح، حتى هو الى شفتوا الخياطه من هنا مزيان الاخوان. شوفوا هي خياطه كي دايره، شوفوا هي خياطه كي دايره، كي مقتوله هاد الخياطه هادي، كتلقاوها مقتوله الاخوان. والسبب ديالها راه كيف ما قلت لكم الاخوان، راه هي هاد الفراشه هادي اللي كتشوفوا، شوفوا مزيان. المهم هادي هي احسن حاجه في هاد السليعه، وراه الثمن راكم عارفينو، الخدمه راكم عارفينو، الفصاله لاكوب ديالو كيفاش طايحه، طيح لاكوب واعره لي بوش اللور كيفاش طايحين، المهم شي حاجه نقيه وزوينه الاخوان. المهم اثمنه راكم عارفينها، وقال بلا ما نجبد لكم الثمن راكم عارفين كلشي. لي طاي اللي فيهم هي اهم حاجه، لي طاي هاد لي طاي كتلقاهم غير في السليعه المليحه، كيبداو من 31 حتى 38، هادو بالنسبه لي طاي امريكا، طاي اوروبيا 31 راه هي 38، عقلوا معايا، و 32 راه هي 40، و 33 هي 42 ديال اوروبا، 33 امريكان، 42 اوروبيا، 34 هي 44، 36 هي 46، و 38 هي 48. صافي هاد الحوايج خاصكم تعرفوهم باش اللي مشيتي شي بلاصه وباغي تقدا تجين غتعرف الطاي ديالك اكزاكت. قلتي لي 34 وجبت لك 44، راه هي 34. صافي ايوا الاخوان، الفيديو ديال اليوم كيف ما وعدتكم، ديروا هذا مع خوه، هذا مع خوه، وهادو مع خوتهم هنا. كيف ما قلت لكم الاخوان، الفيديو ديال اليوم راه هو هذا، غادي تكون عندنا ان شاء الله باذن الله لسا الله في واحد السليعه امبورت تكون ديال برا، باقي ما عرفتش شنو فيها بالضبط، ولكن كيف ما غادي تجي نتوما الاولين غادي تشوفوا هاد السلعه ان شاء الله. اللي عليكم نتوما الاخوان كيف ما قلت لكم في الاول ديال هاد الفيديو، وما تابوناو الناس، بالنسبه للناس يلا دخلوا عندنا القناه اتابونوا عندنا في القناه، وخوتنا وحبابنا اللي ديما معانا ما تنساوناش من اللايك وبارطاج الفيديو باش تعمل فائده على كل شيء ان شاء الله. الاخوان وصلنا لنهايه ديال هاد الفيديو، كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو، اخر الكلام واجمل ختام، والصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم.